مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في اجنده الساعه. احداث سياسيه كثيره جرت في الايام السابقه لنرى اين وصلت العمليه السياسيه. حلقه هذا الاسبوع تحمل عنوان الاتفاق النهائي، امال وعقبات. مرحبا بكم وبضيفي الاستاذ شريف محمد عثمان القيادي بالحريه والتغيير. انا برحب بك كثير استاذ شريف. اهلا وسهلا استاذ محتسن، ومرحب بكل متابعي قناه الشروق. اتمنى لهم الصحه والعافيه. وسعيد انك تكون معي. ايضا ترحيب الحار بالاستاذ وليد النور الصحفي والمحلل السياسي. استاذ وليد اهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك استاذ محتسن وبمشاهدي الشروق. اهلا ومرحبا بكم. حقيقه زي ما ذكرت في مقدمتي انه في احداث كثيره جرت في الايام السابقه بتتحدث عن العمليه السياسيه. الا تتفق معي استاذ شريف انه هناك تراجع في الحديث عن هذه العمليه؟ اول حاجه ما بتقدر انت توصف المزال بانه في تراجع. نعم. انت الصحيح هو الوصف بانه في عقبات كبيره قاعده تواجه العمليه السياسيه. والعقبات والتحديات دي افتكر لما الناس يواجهوا عقبات كبيره ده دافع لانه الناس يعززوا من ارادتهم ومن رغبتهم في انهم يحلوا العقبات دي. يمكن الناس هسه التحدي الرئيسي اللي واقفين فيه هو التحدي المتعلق بعمليه الاصلاح والدمج والتحديث، واللي هي ما زال مرتبطه بالمنظومه الامنيه بشكل كامل. نعم. ودي قضيه هي فعليا برضه قضيه ما سهله، قضيه فيها شقها السياسي وفيها شقها الفني وفيها شقها التكنيكال، يعني الناس ممكن قدمت فيه مساهمات كثيره. لكن طالما انت عندك قضيه بتمثل تهديد كبير لسلامة البلد ولاستقرار نفسها، وعندك قضية متوارثة من فترات طويلة، وفي فرصة لأنك تحلها في الوقت الراهن، في فرصة لأنه يعالجوا الناس القضية دي ويصلوا فيها لحلول متوافق حولها بالجراء المناقشات المستمرة دي. فطالما أنه نحن قدامنا صحيح في عقبة كبيرة، لكن العقبة دي أصلا ما مسار للإحباط أو لتراجع أو لكذا، ولكن هي مفروض تدي الناس قوة بتاع الدفع إضافية، لأنه معالجة القضية دي أفتكر بيكون مدخل لمعالجة قضايا كبيرة قاعدة تعيق البلد نفسها يعني. نعم. تدو لي تعليقك على السؤال وإجابة الأستاذ شريف. طبعا أنا بتفق معاه أنه صح في عقبة كبيرة وفي تحديات جسام للعملية السياسية، لكن برضو لما جاء تحديد التواريخ 1/6/11 كان في نوع من العجلة في تحديد التواريخ، واللي هي سبب الضغط من الشارع ومن القوى المعادية للاتفاق الإطاري بأنها تتخذها واحدة من الزرايع التي تضغط بها على القوى الموقعة للثورة، ولا سيما الحرية والتغيير المجلس المركزي والقوى المساندة لها. نعم. افتكر انه الشق العسكري كان هو بيناور وبيحاول يكسب الوقت باكبر قدر ممكن، عنده الكتلة الديمقراطية او بعض الاخرين اللي بيناور بهم بيحركهم في الشارع. تحديد التواريخ كان فيه نوع من الاستعجال. الشيء الثاني برضو القوى المدنية وقوى الحرية والتغيير ما تحركت نحو الولايات، المفروض كانت تكون في حركة كبيرة مع 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 العملية السياسية تبشر بها في الولايات، زي ما الاسمينو يكون عندك قوة بتاع الدفع وبتاع الضغط على الشارع مؤثر أكبر. نعم. من الشيء الحالي. نعم. أستاذ شريف، إذا تكلمنا عن المناورة اللي تحدث عنها أستاذ وليد، وتكلمنا عن التواريخ التي حددت مسبقا وشكلت فعلا ضغط، يعني لو تابعنا الميديا لو تابعنا كل القنوات تحدثوا عن انه واحد يوم واحد يوم ستة يوم 11، وانتم بتتكلموا عن انه لابد لهذه العمليه ان يكون هناك تأني حتى تخرج بالصوره المطلوبه، خاصه انه العمليه فنيه. على اي اساس كان تحديد تلك التواريخ؟ هو التحديد ده نفسه هو تم بمناقشه كل الاطراف. شنو هي الفرصه الممكنه لانه الناس انتهوا من القضايا العارضه دي. نعم. بالضبط كده، ما هو كان تبغت القضيه الاخيره، والقضيه الاخيره نفسها كان في مناقشات سابقه للورشه اللي غيمت، وفي مناقشات لاحقه مستمره لحد الايام الماضيه دي، والنقاش ده بانه يا اخي خلاص ما تبقى من عقبات الناس قادرين على انه يصلوا فيه لصيغه متوافق حولها خلال المده الزمنيه دي، وعلى ضوء الاطراف توافقت على اعلان
مطلع ابريل والسادس من ابريل و11 حتى العسكريين كان توافق بالضبط هو اللي تم الاعلان عن المزاد عليه كامل. تم فيه اجتماع مشترك ايوه نعم كان فيه ودع القوات المسلحه والدعم السريع والقوى المدنيه الموقع على الاتفاق الاطاري نعم. والناس قرروا انه يمضوا بالمزاد يعني ما كانت في جهه فرضت اجنده على جهه ولكن هو التشاور الجرى ما بين الناس بعد كده الناس جو وصلوا لانه في عقبه فعليا في قضيه التحكم والسيطره على القوات وهيئه القياده المشتركه ودي قضيه برضو معقده والناس في مقترحات كثيره قدمت في المزاد يعني انا داير اقول انه صحيح في ترقب كبير عند السودانيين وبرضو يمكن الحاله بتاعت التراجع المستمر اللي بيصهر المكون العسكري من وقت لوقت هو اصاب الناس بحاله من الاحباط لكن احنا بنقول انه هو ده المخرج اللي ممكن تطلع البلد فيه هو نحن كلنا شايفين هسه دلوقت في انقسام واضح ما داير له نقاش داخل المنظومه الامنيه والعسكريه بالضبط كده الانقسام ده واضح والسودانيين كلهم شايفينه وكذلك في جهات بتدفع في المنظومه دي لانها تمشي للوجهه تحت الحرب انا بقول الكلام ده يعني يمكن في صحفيين قاعدين في وسائل التواصل الاجتماعي بيدفعوا في الاطراف دي انها تمشي تتحارب هاي وفي وشايفين الحملات اللي بيعملوا فيها فلول النظام البايد وحركتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الافتراضات اللي كانوا بيعملوا فيها وكذا هم بيدفعوا البلد لانه تخوض المواجهه ما بين الجانبين دين وانا بقول انه هم الناس دي تاريخيا ما عندهم مشكله مع الكلام ده ما خاضوا حرب في جنوب السودان باسم الجهاد ماتوا في ملايين لحد ما عملوا اتفاقيه السلام وفصلوا جنوب السودان وجا خاضوا الحرب الاهليه في دارفور اللي هي الارقام بتقول انه اكثر من 300 الف شهيد وحوالي 2 مليون نازح في دارفور ولاجئ وبذات الغدر شفنا عنفهم وجرائمهم اللي ارتكبوه في النيل الازرق في جبال النوبه لاخره وعنفهم هنا تجاه المتظاهرين فهم برضو الحقيقه انه عناصر النظام البايد في الوقت اللي لسه نحن فيه هم بيوجهوا معركتهم تحديدا برضو انا داير اقول الناس يشوفوا المزال بزاويه صحيحه المعركه هي تجاه القوى المدنيه المعركه ما تجاه الدعم السريع ولا المحاوله بتاعت التحدي اللي بيواجه الاسلاميين انه القوى المدنيه تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي عليه الحرب دي اللي هم بيحسوا الناس وبحرضوا عليها في الايام دي هي في النهايه بتدمر القوى المدنيه لانه بيقول بيتكلموا مع بعض هم الناس اللي شايلين سلاح فانا داير اقول انه حركه الاسلاميين هي ماشيه على انه الباب الوحيد الممكن يغضوا به على الحركه المدنيه هو الباب بتاع العنف المسلح ده وهم برضه عارفين انه العمليه السياسيه دي في حال استمرارها هي حتقضي على اخر حصونهم اللي هم بيفتكروا انه هم ممكن يعودوا بها للسلطه ما واحده من القضايا الرئيسيه تم طرحها فيما يتعلق بالاصلاح الامني والعسكري هي القضيه بتاعت ابعاد الاسلاميين من الاجهزه النظاميه وهم خلال ال 30 عام دي اشتغلوا بكل تركيز على انهم يحشدوا عناصرهم داخل الاجهزه دي فهم بيشعروا بهلع ما الناس دي برضو عشان ما يغشوا السودانيين الناس هم بيقولوا ان احنا عندنا قاعده اجتماعيه واسعه وعندنا ناس كتار الكلام ده ما صح الناس دي مثلا لو رجعنا لاخر مرجع في انتخابات بتاعت 86 الاسلاميين حزب الامه كان جايب حوالي 4 مليون وشويه صوت، الحزب الاتحادي جايب 6 مليون وشويه صوت، الاسلاميين كانوا جايبين 700 الف صوت. نعم 700 الف صوت ودوائرهم الكثيره جابوها من دوائر الخريجين، ما من نتائج الشعبيه بتاعتهم، لانه هم عارفين انه ما عندهم شعبيه انهم يوصلوا للسلطه بالانتخابات مش عملوا الانقلاب بتاعهم في سنه 89، فهم الباب الوحيد اللي عارفين انه ممكن يرجعوا به للسلطه هي العمليه بتاعت الانقلابات العسكريه، فانا بقول انه المعركه الحاليه دي عشان الناس برضه ما يوصفوها انها هي معركه بين عسكريين وعسكريين ولا مدنيين وعسكريين. هي معركة بين القوة الديمقراطية دائرة تصل للتحول الديمقراطي ومعركة مع فلول النظام البايد اللي عايزين يرجعوا السودان عايزين يعطلوا بالضبط كده نعم استاذ وليد ما دام يعني انت ذكرت قبل شوية انه في تلكو في مناورة من الجانب العسكري اين الجانب المدني الذي لم يوقع على الاتفاق الاطاري؟ الم يقرا هذه الصورة؟ طبعا الجانب المدني يعني ذاته زي ما قال الاستاذ شريف ممكن نقسمهم الى الكتله الديمقراطيه واخرين الاخرين ديل هم ديل الناس اللي قاعدين من خلف الكواليس وبيشعلوا في السوشيال ميديا وبدقوا طبول الحرب في جانب واحد من الجانب العسكري وحتى الحاله الاقتصاديه المترديه اللي وصل لها خلال انقلاب 25 اكتوبر وحتى اليوم
هم بيحملوها للجانب المدني. يعني اي زول بيطلع فيهم يقول لك انه الحريه والتغيير او دكتور ابو حمدوك عملوا 1 2 3 وحكموا مده 4 سنة وحاولوا يجروا انه يجيبوا الاربع سنه دي يعملوا بها مقارنه لل 30 سنه السابقه. نعم. الجانب الاخرين القوى السياسيه الاخرى, في قوى سياسيه عندها مصالح شخصيه مرتبطه بالحكومات سواء كانت عسكريه او دكتاتوريه, المهم هم يكونوا موجودين في مصالحهم الشخصيه تكون مرتبطه بالشخص اللي بيحكم بحقق لهم. دي واحده. الحاجه الثانيه برضو القوى المدنيه الموقع على الاتفاق السياسي والعمليه السياسيه النهائيه برضو عندهم نواقص. اول حاجه في شح في المعلومات, المعلومات كل المعلومات المنصوره في العمليه السياسيه هي اما عمليات بمصادر. نحن كصحفيين عندنا خبر المصادر من اضعف الأخبار. لانه ممكن يكون صح, يعني حتى الاخبار اللي بتطلع من القوى الموقعة على الصوره بتطلع بمصادر. نعم صح, في بيانات بتطلع لكن البيان بيطلع بعد ما خلاص الفتره تنتهي. نعم. دي واحده من التحديات, انه القوى الموقعة على الصوره يجب عليها انها تملك معلوماتها بالسرعه المطلوبه. نعم. نمره 2 النظام البائد او قوته, ده نظام عنده 30 سنه عمل مؤسسات اعلاميه, عمل منصات للسوشيال ميديا, عمل اجهزه بتاعت في 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 الاعلام الالكتروني, عندهم غرف بيشتغلوا شغل احترافي على الحاجه دي. يعني مش ناس دي مفرغين بس قاعدين انه قصاد العمليه السياسيه, انها متم باي شكل من الاشكال. وحتى الخبر الاول بيان لما يطلع هم عندهم ناس يعني خبر بيشوفوا الثغره الصغيره اللي ممكن ياخذوا منها يشيلها ويدخل بها وفي الدقيقتين يملي لك بها السوشيال ميديا كلها. الصحفيين المحسوبين نقول كده عديل, المحسوبين على الثوره او المحسوبين على التحول المدني الديمقراطي هم بيعانوا اساس انهم يحصل على المعلومه الصحيحه اللي يقدر يمشوا وينشروها ويجاربها الناس في السوشيال ميديا. دي واحده من التحديات اللي بتواجه القوى الموقعه على الاتفاق مع العمليه السياسيه النهائيه, انه ما في معلومات في الوقت المناسب, في احجام عن حتى المعلومات اللي بتطلع في وقت متاخر. يجب انه يكون في يكون حصل تاثير كبير جدا في كبير الشارع جدا. نعم المكون العسكري الشغال الان عنده مؤسسات اعلاميه وعنده منصات وعنده حاجات بيسرب لها الحياه اصلا, هو داير يوصلها. وحتى لما الانسحاب المكون العسكري من الورشه لاصلاح الامن العسكري, الناس كانوا قاعدين منتظرين التوقيع والعساكر ديل جو سحبوا حياتهم وكانوا كده ورد الخبر طلع. نعم. فبالتالي الناس القوى الموقعه هي عندها العلم, انا ما اعرف استاذ شريف ممكن صحيح عندها العلم انه البرهامجه الخبر طلع قبلهم ما يقوموا يطلعوا. لا الخبر طلع وهم طلعوا, هم اصلا خلاص ورد لموا حياتهم وطلعوا. والله هو الحقيقه لحد الساعه 5 جاي. نعم. يوم الورشه هم انسحبوا حوالي 5:30. ايوه. هو لحد الساعه 5 والخبر طلع قبل 5. لكن الخبر طلع بدري قبل. بقول لك هو انت في النهايه انت بتشيل الالتزام والتعهد. أيوه. من السيده القائده العامه للقوات. نعم. المسلحه. هو قال انا جاي ومشارك في الورشه دي, وانسحبوا الجماعه حوالي 5:30, حتى عربات حراسته وحاجاته كانت موجوده في الغاعه يعني. نعم. طيب انا داري يلا في الحته دي عشان انا قبيل قلت العسكر عنده باك اب, عنده خطه باء شغال بيها. نعم. بيشتغل معاك بخطه وهو بيناير بخطه ثانيه, عنده خطه ثانيه بديله جاهزه. على القوى المدنيه برضه ما يعني انا راي مع تمشي في العمليه السياسيه, لكن برضه يجب انه يكون عندها خطه باء وتكون جاهزه انك تستخدمها في اي وقت. والقوى المدنيه الموقعه على الثوره ما عندها خطه غير انها تحشد جماهيرها في الشارع, جماهير المسانده دي الباك اب حق القوى المدنيه. نعم. لا عندها سلاح, لا عندها دبابات, لا عندها دي الشارع هو الخطه بقى حقت. فيجب على القوى المدنيه انها تكون قريبه من الشارع. نعم. والشارع ده ما الخرطوم فقط, الشارع ده السودان ده كله فيه 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 ناس مساندين للعمليه السياسيه. يجب انه القوى الموقعه على الثوره تمشي بعيد جدا, تمشي بور السودان, تمشي الجنينه, تمشي كادوغلي, تمشي سنار, تمشي تبشر بالعمليه السياسيه. نعم. الخطه بقى اللي تحدث عنها استاذ وليد استاذ شريف, اذا تحدثنا في الجانب الاعلامي ده شيء مؤثر ومهم جدا. تحدث استاذ وليد عن انه اخباركم دائما قد ممكن بتطلع بعد فتره, ليه ما في تركيز على الجانب الاعلامي بصوره كبيره؟ والله طبعا انا بقول برضه انه يعني المحاوله الدائمه بتاعت انه يعني انه في
في محاولة تكتيم على الأخبار وكده. أنا بفتكر إنه هو صح ممكن تكون في مشكلة إنه ما في مثلا مؤتمرات صحفية راتبة، ما في ندوات صحفية، لكن عموما قادة الحرية والتغيير والمتحدثين باسمها هم ما قاعدين يغيبوا عن الإعلام ده في أي يوم، يعني بالكاد يوميا بنتواصل مع عدد من الصحفيين، بنسهر في منصة ومنصتين إعلاميات، وأنت لما تيجي تحصيهم كده بتلقى إنه الحرية والتغيير مثلا بيطلعوا منها في المنصات سواء كانت داخلية ولا الخارجية ممكن حوالي عشرات يعني خلال اليوم الواحد، وبرضه كذلك مع الصحفيين. لكن هو اللي بيحصل إنه دائما بيكون في يعني في مناقشة جارية في مزالة محددة، والناس بيكون المناقشة دي لحساسيتها وللقلق عليها، ما برضو انت ما شغال في مناخ صحي ومعافى، في عناصر قاعدة بتخرب في المشهد ده، وبتستخدم افراد داخل المؤسسات نفسها، يعني التخريب ممكن يتم داخل من داخل قوة نظامية نفسها، يعني هي تسعى لانها تعمل ضغط جدا، فبكون مثلا في المناقشة في اللجان في ان يا اخي المزالة دي نبغي عليها لحد ما نصل فيها لنهايتها عشان ما يحصل فيها اي تخريب او تشويه او كده، لكن للاسف بتيجي تلقى المزالة اللي حصل فيها تسريب ده بيسبب ضغط اعلامي على الحرية، لكن انا بقول على الحرية والتغيير وعلى القوة المدنية الموقعة على اتفاق الاطار، لكن احنا دائما بنكون اكثر التزاما تجاه القضايا اللي بنتوافق على انه يا اخي معالجتها بتتطلب الهدوء وبتتطلب انها تعالج في اجواء بعيدا عن الضغط الاعلامي، لانه الاعلام نفسه عنده ضغط وكده، لكن في اطراف بتعمل على انه في النهايه لانها توصل للتخريب ده وتدي الرساله السالبه عن التحالف، لكن زي ما قلت انه هو التحالف طيله العمليه دي هو وضع مبادئ عامه، افتكر المبادئ دي نشرت في شهر 12 من 2021 في الطريق لهزيمه الانقلاب، انه هو عايز يصل للسلطه بهذه الطريقه، حتى ادواته، حل السياسي، المجتمع، الدعم الدولي والاقليمي، حركه جماهيريه، بعد كده قال داير ينهي الشراكه، داير يرجع العسكر لسكناتهم، عايز يعمل جيش واحد، يعني الاهداف والمبادئ العامه. الوضع التحالف هو ظل بشكل دائم ملتزم التزام صارم تجاه ما اخذته في رؤيته لانه يستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي، والناس حتى لو في مناقشات في قضايا تفصيليه هي ما قاعد تخرج عن انها تطلع بنفس النتيجه والتوصيه اللي التزموا بها الناس. وفي ده انا برضه بقول على المستوى بتاع التواصل الجماهيري، يمكن التحالف برضه خلال الشهر الفات ده هو قدر عمل حركه صح في عدد محدود من الولايات، سافرنا لثلاثه ولايات من ولايات السودان، والناس بيطلعوا برضه لانه هم يواصلوا العمل الجماهيري ده، وانا بقول انه دائما الخطه الف وباء ودال وجيم هي الحركه الجماهيريه والناس، دي الخطه الرئيسيه بتاعت اي سياسي مدني. نحن ما لا عندنا بندقيه بنستقوى بها، لا عندنا دوله قاعدين نستقوى بها، نحن عندنا مستندين على اراده شعبنا ده ورغبته وتضحياته في سعاده مسار التحول المدني الديمقراطي. فانا بقول انه خطتنا الف وباء وجيم ودال هي مع الناس، فنحن حنكثف تواصلنا مع الناس، حنعبي الناس لانهم يظلوا صامدين لانهم يحققوا الغايات من اجلها قدموا الاعداد الكبيره من الشهداء والاف المصابين. نعم. استاذ وليد، بعد الحديث انا بسال اين الحزب الشيوعي وحزب البعث؟ اذا كان الامر اصبح الان منقسم بين طريقين واضحين، يعني في طريق متجه اتجاه العسكر وهناك الفلول، وطريق اخر، اين نجد هؤلاء؟ طيب الحزبين ديل هم كانوا جزء اصيل من الحريه والتغيير، لكن تقديراتهم السياسيه بيقدروهم الاثنين، حتى حزب البعث كان لحد قبل توقيع الاتفاق الاطاري هو كان مع العمليه السياسيه، ولكن تقديراته، لكن الان الشارع اتجه لاتجاه ثاني، في قوه فلول عاوزه تطيح بالعمليه السياسيه برمتها، والحزبين ديل عندهم موقف من من الحريه والتغيير. انا بشوف انه يجب على القوى المدنيه الموقعه على الثوره انها تفتح حوار مع الحزب الشيوعي ومع حزب البعث العربي الاشتراكي في انه الجبهه تكون موحده، لانه الان زي ما ذكر الاستاذ شريف قبيل الفلول ظهروا وبداوا يقيموا، رغم انهم افراحهم اتغزمت او امنياتهم اتغزمت، يعني بقوا يفرحوا بانهم يعملوا لهم فطور في ساحه، وممكن اي ناس يعمل ده
فهم معتقدين ده شيء طبيعي ده يعني. معتبرينه ده انتصار. نعم. فالانتصار ده في بدأت الآن في ململة حتى من بعض لجان المقاومة اللي كان عندها موقف واضح من العملية السياسية ومن دي محتاجة من الناس القوى المدنية المواقعة على الثورة إنها ترجع وتقعد مع الشباب وتوحد الجبهة المدنية. الجبهة المدنية إذا توحدت الجبهة المدنية البشير ده ما سقط إلا لأنه الجبهة المدنية كلها توحدت وبقت في حتة واحدة. فالمواقف المتطرفة شديدة سواء كان من القوى المدنية المواقعة أو من الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي يجب إنه تكون أو حتى من لجان المقاومة أو حتى من لجان المقاومة. نعم. يجب أن لجان المقاومة دي تكون هي الدرع الحصيل للثورة. نعم. هي ما بتخش في العملية السياسية لكن يجب أن الناس يسمعوا منهم ويقعدوا معهم لأنه الشارع إذا بقى في 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 شارع منقسم بالتأكيد سهل أنه يخترق. الفلول يخترقوا ويدخلوا حتى في ناس هم كانوا معادين لكن الآن بيتكلموا باسم لجان المقاومة والثورة بتوتى من باسمها يعني. حتى اي خطاب بيطلع من انه لجان المقاومه ولجان المقاومه قالت وقوه ثوره قالت وكذا يعني ما حيكون ثاني في تغيير ولا حيكون في انقلاب بدبابه بعسكريه لا بيكون في لابس ثوب الثوره. نعم. ولابس جلباب لجان المقاومه. نعم. استاذ شريف ما دام تحدث عن لجان المقاومه تابعت حديث لواحد من الثوريين سانجو بيتحدث انه لابد من تنظيم ولا بد من يكون هناك عمل سياسي. هذا بتفتكر برضو أثره طيب وجيد على العملية السياسية وعلى الموقعين على الاتفاق الإطاري؟ طبعا بالتأكيد. أول حاجة الحمد لله على سلام السانجو ده واحد من الشباب السوريين وهو ذاته يعني تجربته ذاته في العمل كبيرة يعني من 2013 نحن يعني بنعرفه وبنعرف مجهود القائد يبذله في المنطقة بتاعت الشجرة والحمادات. نعم. والاستهداف له وإقحامه في القضية دي كان واضح لإقحامه لواحد من الشباب الفاعلين اللي عندهم قدرات عالية في التنظيم وفي العمل. وافتكر انه التجربة بتاعت اللجان ذاتها هي تجربة بتمر بمراحل بتاعت تطور يعني. نعم. وما انت ما بتقدر دائما تقول انه في حاجة بتمشي في خط مستقيم ما بتمشي بخط مستقيم. هي بتصعد بيحصل لها شوية بتاعت تراجع وبعد كده بتصعد. وافتكر انه المناقشات اللي ابتدر سانجو وعدد كبير من الشباب محمد طاهر في مجموعات كبيرة من الشباب محمد شمس فيصل السعيد في مجموعة كبيرة من الشباب هم بيبتدروا في مناقشات في انه كيف حتى التراجع اللي ممكن بادل الناس في اداء لجان المقاومة نتائج انقسامات لكذا كيف انه يعالجوا المثل. افتكر دي واحدة من الحاجات الايجابية والمهمة. انا بقول انه واحدة من الميزات بتاعت الثورة دي انها فجرت طاقات كبيرة بتاعت شباب. والسودان ده نسبة الناس اللي عمارهم اقل من 45 سنة هم فوق 60% من السودانيين. هم الاغلبية بتاعت السودانيين. فكونوا طاقات الشباب دي تتفجر بالقوة دي ويبدوا يجروا مناقشات حول مستقبل علاقتهم هم ذاته وتنظيم وقوتهم وعلاقتهم بمستقبل السودان. افتكر دي فيها قوة إيجابية كبيرة للسودان وحصن منيع للسودان لأنه تقوده في الاتجاهات الصحيحة. فأنا أفتكر أنه ناس يدعموا المناقشات دي بذات الغدر يعني. إحنا برضو داخل التحالف بندرس خلال الأيام الماضية لأنه دعينا نظم برضو كان التحالف في أكتوبر من العام أو نوفمبر من العام الماضي كان نظم تظاهرة سياسية وتنظيمية ودعا فيها عدد كبير من لجان المقاومة الولايات من الخرطوم ومنظمات بتاعت مجتمع مدني ومهنيين وأجرى معاهم مناقشات حول العملية السياسية نفسها. التحالف حاليا بيدرس لأنه يقيم تظاهرة بشكل أوسع ويدعو فيها برضو كل الفاعلين من النازحين ولجان المقاومة الولايات ومن العاصمة. وحنقدم دعوة بالتأكيد للقوى السياسية لأنه نجي ندير نقاش حول العملية السياسية دي الجارية الآن المهددات حولينا والفرص ونوحد موقف محدد في قضايا محددة ونوحد حوله المجموعات دي ونبدأ نشتغل فيه كلنا مع بعض. فافتكر برضو لو التحالف قدر أنجز المزالة دي بشكل قريب برضو هو في وجهة تانية برضو سائل لأنه داير ينظم برضو تظاهرة مع رفاقه مع القوة التانية الموقع على الاتفاق الإطاري للقوة الاجتماعية الصوفية والإدارات الأهلية والمكونات الاجتماعية برضو لإجراء مناقشات حول المهددات والفرص تحت العملية السياسية وبرضو يصل معهم لصيغ متوافق حولها بحيث يضمن أن المجموعات دي تكون شايفة عندها مصلحة في العملية السياسية وما تتحرك في اتجاه مقاومتها. فأفتكر برضو دي مناشط فعلة كمان بالضبط كده. أفتكر دي برضو مناشط مهمة وذات قيمة وممكن تنعكس بأثر إيجابي على العملية السياسية.
إذا رأينا أو مشينا لقدام وتحركنا شوية وتحدثنا عن العسكر، رئيس مجلس السيادة الفريق أول برهان قال في خطاب بالإفطار اللي قامه الفريق أول ياسر العطا، قال إذا فشلنا في الاتفاق يجب أن نذهب جميعا. يعني وليد، كيف قريت هذا الحديث وهل تحتوا في كلام كثير؟ طيب، هو الكلام ده بيقوله كثير جدا، يعني من 4/7 انه الجيش طالع من العمليه السياسيه ماشي السكنات، بعد ذاك جاء وقع الاتفاق الاطاري، بعد ده الكلام الغايد المفروض يكون الناس بيطلب منه افعال يعني يفعل الحاجه، لكن كونه يقول احنا دارين نعمل كده دي الناس سمعوها منه كثير جدا. لكن لو رجعنا لورا حبه لقينا انه ممكن يتراجعوا، كل القوى السياسيه تمشي والعسكريين يمشوا، البديل منو؟ سؤال كبير وعظيم. البديل في اللحظه دي انتخابات مبكره. تكون في انتخابات مبكره. هل هي دي اشاره لانه قد تكون ممكن في جاري في التحليل ممكن تمشي للاتجاه طالما انه خلاص الاثنين حيمشوا القوى المواقع المدنيه والقوى العسكريه تمشي، البديل حيكون شنو؟ حيكون في انتخابات مبكره. ده البديل الافضل او الواقع ممكن كده تجي انتخابات ممكن مبكره. ممكن تختار لك، ما في انسان ممكن يختار لك جماعه يحكموا يعني. ممكن، ايوه ممكن تكون انتخابات مبكره الدول الجاهز للانتخابات المبكره منه؟ المؤتمر الوطني اللي عنده قروش منه؟ المؤتمر الوطني اكيد. منظم صفوف القوانين اللي لسه في القوى البدنيه لسه لا زالت بعد ما مسكت سنتين في معاقل وفي بعض المناطق الحساسه ومفاصل الدوله لا زالت هي بيد أنصار المؤتمر الوطني، وبعد انقلاب 25 عاد كل أنصار النظام السابق إلى ذلك، دي وحده. وممكن يكون في انقلاب بشكل ثاني، يجي ضابط ثاني، ضابط جيش يمشي يسوق زي ما هم عملوا، يجي دول ثاني ويبدأ ثاني من الصفر من جديد، فدي كلها. لكن هو لو داير يمشي المفروض يكون جادي ويعين زي ما ابن عوف اتنحى، هو ممكن يتنحى يسلم نائب ويسلم ثاني، لكن كونه انه يقول احنا ممكن نمشي ده كلام للاستهلاك وكلام لكسب الوقت. نعم، هل تتفق مع الاخ وليد؟ اي هو طبعا شوف، هما الاسلاميين ديل كقاعده اجتماعيه ولا كنازل ما عندهم اي حاجه، هما نازل تنظيم هزموه السودانيين وشافوا ويلاته وشافوا مشاكله سواء كان بالحرب ولا بالفشل ولا بالكذب ولا بال يعني ما حيجي علي كرتي في يوم من الايام يخطب فوق الناس ويقول لهم تعالوا صوتوا له، وفي النهايه السوداني يكتشف انه عنده 100 قطعه طرد يعني. نعم كويس، ده ما عنده وجه ذاته يقابل به ولا الشعب ده يعني. يعني ما عنده وجه يقابل وجه، ده تنظيم انهزم وانكسر وانتهى. كويس، هو بيبقى التهديد في انه هو انت لما تكون دار تعمل انتخابات ما في جهه لازم تكون بتدير الانتخابات، بتعمل قانون، بتكون مفوضيه، في اجراءات كثيره للعمليه الانتخابيه. نعم. بيبقى السؤال هي من الجهه دي؟ من الجهه ذات الموثوقيه اللي هي ممكن الناس يتوافقوا حولها انها تعمل الاجراءات دي بحيث انها تجيب انتخابات فيها درجه معقوله من النزاهه ولا؟ فيبقى لحد هسه هيكل الدوله ده جهاز الخدمه المدنيه وجهاز الشرطه اللي هم والقضاء الاجهزه اللي هي منوط بها الرغابة والتنفيذ بتاع العملية دي جاكيزة دي غير مؤهلة لا فنيا لا أخلاقيا إنها تعمل الكلام ده بكل وضوح يعني. نعم. عندهم مشاكل كبيرة النازل، ونحن السودانيين كلهم شايفين عيوب الدنيا والعالمين في جهاز الدولة ده. يبقى ما لم يكن في إجراءات تحت إصلاحات حقيقية داخل الأجهزة دي، والإصلاحات دي أنا ما بقول إصلاحات تعالجة كله لكن على الأقل في قادة داخل الأجهزة دي مسؤولين الناس بيثقوا فيهم بأنهم ملتزمين ممكن يوجهوا المنظومه بتاعتهم في الاتجاه الصحيح. دي المزال الاولى. فانا ما بفتكر انه نحن الاسلاميين بيعملوا لنا هلع لانه هم حيفوزوا في الانتخابات. نحن المزعج والمقلق هو العمليه الجهه الحديه للعمليه بتاع التنظيم. المزال الثانيه هو نفسه انت ممكن تمشي، ده ما غرضك انت. كان احنا والله عندنا رئيس اسمه باشمهندس عمر الدقير، عملنا له انتخابات ومؤتمر عام وغايه الحزب دي كلها رجعت وجا الرئيس يمشي وين؟ تمشي انت؟ انت انا ما بمشي. انا ما انت اللي بتحدد لي خياراتي، انت قدت العمليه دي من 11 من 13 ابريل بعد ما استلمها ابن عوف، حصلت كوارث، انت تتحمل المسؤوليه بتاعت الاخطاء في فض اعتصام، انت بتتحمل المسؤوليه السياسيه فيه، بتمشي لما بعده، جيت انت دخلت البلد في الاستكاكه دي بانك انت عملت انقلاب في 25 اكتوبر، البلد دي كانت ماشيه وفي طريقه لانها تطلع. فيبقى الصحيح انت اللي قاعد ترتكب في اخطاء كبائر، في اخطاء صغيره مثلا نقول والله يا اخي جبنا وزير
الوزير ده ما قدر نجح. ما ده شيء طبيعي. شيء طبيعي. في أي حتة في الدنيا في وزير بيجي. وفي أي مجال. وفي أي حتة ممكن لسه في القناة يكون في مدير يعمل فيها طفرة ويجي مدير ما يقدر يقودها زي الناس. ده شيء طبيعي يعني. شيء طبيعي جدا. لكن الأخطاء الكبائر اللي هي بترجع البلد لورا. كويس. فأنا بقول إنه الرسائل دي هي برضو كانت موجهة لداخل القوات المسلحة. أنا بقول بكل وضوح هو كانت موجهة لداخل القوات المسلحة نفسها. هو خاطب في القوات المسلحة وبيحاول يمسك القوات المسلحة. لكن احنا ما علينا زي ما قلت لك ان احنا القوات المسلحة دي هي تعمل الدار تعمله دعم السريع يعمل الدار يعمله. نحن عندنا وجهة ودايركشن واضح خطيناه لمسار التحول المدني الديمقراطي. ده نحن القاعدة بتاعتنا والقوة بتاعتنا يا هالناس. ما عندنا اي قوة تانية. فنحن هنكون متواصلين مع الناس. ما في زول بيحدد لنا خياراتنا. يعني ما برهان هيجي يقول والله يا اخي انا ماشي تمشوا انا ماشي امشي دا امشي اعمل انتخابات. انت ماشي امشي. نعم. ما بتعمل انتخابات. ما بتعملها بقرارك انت. نعم. القرار ده بيتحدد القوى المدنيه ومطالب القوى المدنيه لانها هي دايره البلد تمشي لها توجهها. ده قرار نحن بنتخذه مع الناس. نعم. طيب استاذ وليد اذا نحن تكلمنا عن الجيش بعدنا الدعم السريع جانب هل الجيش على قلب رجل واحد؟ طبعا الجيش حتى لو ما على قلب رجل واحد فهو في النهايه منظومه عسكريه بتشتغل بالاوامر بالتعليمات بالقائد الاكبر بالتعليمات بتتنزل من فوق بالتراتبيه العسكريه المعروفه. نعم. يعني ما بكون على قلب رجل واحد الا في حالات انه في ضابط عنده نيه بتاع او دار يعمل انقلاب يقوم يشيل الاكبر منه يدخلون الحبس بعد ذاك ياخذ يستلم السلطه. لكن ممكن يعمل هو يسرب يدي تصريحات يدي حاب انه هو غير راضي عن العمليه اللي بيعمل فيها قائد الاعلى. لكن من ناحيه التراتبيه او من ناحيه قوانين فهو محكوم وملزم وما في وما بيقدر يعمل اي حاجه غير التعليمات بتاعت القائد الأكبر منه. لكن أرجع لكلام شريك قبيل أنا في الأسبوع الفات في إعلان جميل من سجيشون الأحزاب السياسية إنه أي حزب سياسي الذي بإنه يمشي يجدد ويعتمد أوراق ويعمل حاجات فدي برضو محتمل المؤشرات الناس تخطها في بال إنه حكاية الانتخابات ولا الانتخابات المبكرة دي ممكن تمشي لأنه مسجل الأحزاب ذاته هو منه وعين منه وجاب مستند عليها القانون وعينه في اعلان حايم زي انه الاحزاب 102 حزب سياسي مسجله ويجددوا ويودعوا سجلاتهم وكذا. دي اشاره. دي واحده من الاشارات. رجعنا أيوة. للحديث الفريق البرهان. ايوه. نعم يعني نفس القرايه واحده. نعم. اي ما انا قلت لك هو في النهايه هو ما عنده خيار. هو مؤسسه سلطه الامر الواقع في البلد هو الرئيس برهان ده سلطه الامر الواقع. نعم. زي ما كان في سلطه الامر الواقع على البشير قبله يعني. البشير ده كان بيقول داير مش عمل انتخابات والناس بيخشوا بقاوموه بيقولوا يعني في 2015 اتنفذت حمله بتاعت ارحل ومقاطعه للانتخابات طافت كل رجال السودان قلنا لازم انتخابات تقدر تعبر عنها وما دايرنا. نعم. فانا بقول انت بسلطه الامر الواقع ده ممكن تغرر ما تشاء لكن قرارك ده ما ملزم بالنسبه للقوى المدنيه. القوى المدنيه دي ما هي الليله اكثر تنظيما واكثر وعيا وعندها تطلعات وعندها رغبات وعندها مشروع شايفاه وماشي عليه انت غرر الدار تغرره. ما هسه انت بسلطه الامر الواقع دي ممكن بكره صباح يقول انا ما داير عمليه سياسيه. نعم. مش كده ده خياره ممكن. نعم. لكن الخيار ده ما ملزم بالنسبه للقوى المدنيه. فانا نعم. بقول انه هو نحن في الليله اللي العمليه السياسيه دي السودانيين كلهم قاعدين يترقبوا ويتابعوا فيها ومنتظرين فيها وخاتين عليها امال وفرص انها تطلع البلد من المازق اللي هي موجوده فيه. دي حقيقة. عملية سياسية دي بتحظى بدعم دولي وإقليمي واسع. ويمكن ده أوسع تضامن دولي وإقليمي في تاريخ السودان. السودان ده دائما كان بيكون معزول من العالم. الليلة أنت المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي ترويكا الولايات المتحدة الأمريكية كل الدول دي بتركيزها دائرة سوق البلد دي وتمشي معاك. ده أوسع تضامن في تاريخ السودان في 30 السنة دي إنه العالم يكون بعاين لأنه داير يدفعك لأنك أنت تمضي الأمام بدل ما هو بعاين لأنه داير يفرض عليك عقوبات وداير يعمل لك جلسة في مجلس الأمن زي ما كان في 30 سنة. فأنا أفتكر إنه للجميع للسادة في المؤسسة العسكرية وفي الدعم السريع إنه مصلحة البلد في إنه القضية الموجودة وفيها تباين دي تتحل بالنقاش وما في زول يوسوس لكم ويقول لكم القضية بتتحل بالقوة بتتحل بالقوة. ما بتتحل بالقوة. أي عملية الناس خشوا فيها البلد ده عندها تاريخ طويل بتاع حروب
وتاريخ الحروب ده دائما كان بينتهي بحل سياسي. من ده جبقى مساعد البشير في 2006 باتفاقية ابوجا، جون قرن جبقى نائب رئيس للبشير بالسي بي اي في 2005، موسى محمد احمد جبقى اتفاقية وبقى مساعد للرئيس. الحرب دي في النهاية بتيجي تنتهي بتسوية سياسية مع القادة نفسهم، كويس؟ فما في زول يغشكم يقول لكم والله يا اخي احنا بنقضي على القوة المسلحة دي بكده. مين تداير تعالج القضية دي؟ القضية دي بعالجوها بالنقاش، بتتعالج بالصبر وبالتنازلات لصالح البلد ولصالح سلامتها. فأنا بقول إنه أي زول بيظن وبيحاول يرسل رسائل لأنه يا أخي والله القوة المدنية ضد القوات المسلحة ولا القوة المدنية دي داعمة للدعم السريع، ده كلام ساكت. القوة المدنية دي داعمة لمشروع التحول المدني الديمقراطي، ده المشروع الرئيسي حقنا. ليلة دي لو برهان ده وقف قال هو داعم للعملية السياسية نحن بنقول لك كتر خيرك. حميتي لو وقف قال داعم للعملية السياسية بنقول لك كتر خيرك. أي زول داعم للمشروع ده نحن بنقول لك كتر خيرك، وأي زول بيحاول يخد فيه عقبة نحن بنقيف ضده، لأنه ده المشروع الوحيد الممكن يعالج القضايا العميقة الموجودة في السودان، قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، قضايا الحرب والسلام، قضايا تعدد الجيوش، القضايا بتاعت التمكين اللي عملوه الفلول في ال 30 سنه، قضايا اصلاح جهاز الخدمه المدنيه، وفي النهايه التنميه الاقتصاديه للسودانيين اللي عندهم موارد كثيره وقاعدين بيتسولوا في الشوارع. نعم. طيب بالتالي حديثك عن انه القوى المدنيه ما هي عندها جانب منحاز له اطلاقا، ودار الحديث كثير جدا عن انه الحريه والتغيير والاطاري هي متجهه اتجاه النائب رئيس مجلس السيادة حميتي، انت الان تحدثت انه هي دائما مع الشخص او مع المؤسسة اللي هي مع الاتجاه المدني، يعني هي مع مشروعها، مع مشروعها هي ملتزمة بمشروعها. نعم. يعني انا هسه اي كلام بقوله، هسه انت تقرا الاتفاق اللي طاري ده ولا تقرا الوثيقة اللي انتهت تحت الاتفاق النهائي، وارجع امشي اقرا الوثيقة اللي نشر التحالف ده في شهر 12 في 2021، هتلقى نفس المشروع الصمم التحالف ده بيصبر هو قاعد هنا. نعم. التحالف ده لما نحن بنتكلم عن انه يا اخي والله احنا دايرين نعمل دم العساكر ده كان بيقول احنا حسبنا عليه عسل، ما عندنا اي مشاكل، صح ولا ما صح؟ وقالوا مشاكل بين المدنيين. لا لا بيقول اي، بيقول انتوا المشاكلين، احنا امورنا طيبه يا جماعه. نعم. احنا نعم. والدعم السريع ده وحده تحت القائد العام، وهو بيسمع كلام القائد العام، نحن بنقول لا لا، لانه شفنا في ايام الفتره الانتقاليه الصراع الحصل ما بين الدعم السريع وما بين الجيش، وجه حمدوك طلع مبادرته وقال في انقسام عسكري عسكري عسكري، عسكري. وطرح الطريق للامام لمعالجه القضيه دي. يا جماعه نحن قاعدين نقول الحقيقه، هم في الوقت ده كله بيقولوا نحن بيناتنا ما في مشاكل، المشاكل بيناتكم، نحن نقول لهم يا اخي انتم كده خليكم من مشاكلنا احنا المدنيين، الكلام ده كنا بنقول فيه قبل العمليه السياسيه دي، بنقول لهم المدنيين دول في النهايه احنا بنتكلم مع بعض، انا وصديق يوسف، انا وعلي الريح، انا ووجدي، نختلف نتفق في النهايه بنتكلم. نعم. نعم. مش كده؟ نعم ده حقيقي. هو موجود هنا ولا موجود هنا؟ ده شيء طبيعي بين السياسيين. ده شيء طبيعي، نحن نكون ما نكون حاجه واحده، لكن المصيبه قلنا لهم لما يكونوا المختلفين شايلين بنادق. نعم. لانه لو ما اتفقوا حيكون بكلامهم بيكون بالذخيره، ما بيكون بحاجه ثانيه. صح. هم كانوا بينكروا الكلام ده، لكن انا بقول انه اثبتت التجربه العمليه ان احنا كنا صادقين، وبنقول لهم في الحقيقه بنقول لهم يا اخي انتوا اوضاعكم ما موفقه، ما موفقه ويجب توفيقها. نعم. الكلام اللي بيقول لك والله يا اخي دي لا لا، نحن بنقول احنا عندنا مشروع، مشروعنا زي ما قلت ما جديد ولا وليد الاتفاق الاطاري، هو مشروع طورناه ما بعد استقاله رئيس الوزراء، طرحنا مشروع اسمه الطريق لهزيمة الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، خدينا فيه السيناريوهات بتاعتنا وخدينا فيه مشروعنا ده في النهاية ده يوصل وين. مشروعنا ده لو قريته وقريت الاتفاق اللي طالب تلقاه نفس الوثيقة اللي طرحناه في شهر 12، يبقى الصح ها نحن اللي بننفذ في مشروعنا ده، مشروعنا ده اللي بيجي معانا فيه ومرحب بيه. بس كلام منطقي وليد. اذا تكلمنا عن وحارجع للاستاذ مره ثانيه، يتحدثنا عن اغلاق العمليه السياسيه التي تحدث فيها الموقعين على الاتفاق الاطاري والحريه والتغيير، يا ريت نتكلم فيها شويه، لانه في كثيرين جدا بيروا ايضا انه يخشون على البلاد، والميديا انت شايفه بتتكلم، يعني اذا ما حدث اتفاق قد يحدث ما يحدث، وخير دليل يمكن اللي حدث في ندوه نداء السودان. طيب اي استاذ شريف يتكلم وقال يجب انه يكون في تقديم تنازلات، فالقوة المدنية المواقعة على الصورة في قوة اقرب لها مفروض هي تقعد معاها، سواء كان الحزب الشيوعي او حزب البعث. نعم. دي قوة اقرب للقوة المدنية المواقعة على الاتفاق الاطاري. نعم. اما القوة الثانية هي دي قوة معروفة
بعداءه للتحول المدني الديمقراطي رغم مدنيته ورغم وفي الحته دي هنا بتدخل الحركات الكفاح المسلح. حركات الكفاح المسلح الان هي مدنيه تتكلم في الكتله الديمقراطيه وفي نفس الوقت هي قوة عندها جيش وعندها سلاح وحتى عندها قوة حتى الترتيبات الأمنية المهمة هي ما داخلة فيها. دي المقوية أول قاعدة الجناح الثاني مع العسكر. القوة الثانية دي أصلاً قوة كانت متعايشة ومتآلفة مع نظام البشير نظام 30 من يونيو. كان الناس بيجوا بيشققوا الحركات المسلحة، كل حركة مسلحة بتتشقق بتتناسل منها حركة تانية، بيكون في زول عنده زي ما شققوا الأحزاب زمان، زي ما تشققت الأحزاب شققت الحركات، فدي بقت عندها مواقع ومواقع اتفاقيات، وبيجوا ناس محتفظين بمناصبهم الوزارية والسياسية لأكثر من عشرات مما وقعوا في زول بيكون هو وزير لحد سقوط البشير. السلطة دي ذاتها عندها مزايا وعندها مكاسب. الناس دي برضه هم فقدوا السلطة حقتهم، فقدوا مزاياهم. وبعدين لما حتى جينا العسكر دي ما قاعدين بيحكموا بمدنيين. نعم. يعني ما في عسكري بيجيب لواء بقوه وزير طاقة ولا قاعدين يجيبوا وكيل عريفي بقوه مدير لمحلية، بيحكموا مدنيين. فدي المدنيين مستفيدين من وجود العسكر بأنهم هم حيكونوا الحاضنة السياسي الحاضن للعسكر. هو ما عنده مشكلة انه يحكموا فوق منه، لكن هو يكون قاعد في موجود. المنصب. طيب الحديث كان عن التطرف والحديث الما مسؤول عن التهديد بالاغتيالات، وده كان دي واحدة من المشاكل اللي قعدت السودان وجابت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأصلا ما ممكن أنت تعمل لك منتدى ويجي شخص ويتكلم كأنه ما تقدر توصفه بأي وصف يعني. لا بده يكون في كنترول يعني. ممكن. فإذا كان أصلا في دي سلطة أمر واقع في دولة، الشخص ده مجرد ما تكلم لأنه الكلام كان منقول على الهواء مباشرة، مفروض طوال يتفتح ضد بلاغ ويمشي للحراسة. فهي القوة دي ما مستفيدة من التحول المدني الديمقراطي. نعم. مهما جات ديمقراطية ولا جات تحول مدني هي ما بتكون ما مستفيدة. هي مستفيدة من في زول فرد واحد بيحكم وبديها السلطة بنزلها، السلطة اللي عنده هو دي بيقدر بينزل على تحته وبينفذ الحاجة اللي هو ده في رغبته، بيشبع رغبته هو الشخصية من السلطة ومن أي شيء تاني. لكن لما تكون في تحول وفي محاسبة وفي مجلس وفي شعب بيحاسب، هو القصة دي ما بتنفع. طيب إذا تكلمنا يعني عن ذات النقطة أستاذ شريف، ويمكن بعد من داخل الندوة كان الحديث عن مطالبة بفتوى لإهدار دم مبعوث الأمم المتحدة فولكر، والأتهى والأمر إنه بيان نداء السودان كان بعد 24 ساعة. هل يمكن كان في ذات اللحظة يكون هناك اعتذار، يكون هناك توقيف؟ لأن تابعنا في الفيديو الرجل اللي تحدث براحته ما في شغل بما فيه، ما في شغل اي صح. ما هو ده مشروع يعني، هو ده مشروع، ده مشروع بتاع ده مشروع مبني على الإخصاء. كويس. مش الإخصاء اللي هو بس لا إخصاء من العملية السياسية، إخصاء وإفناء للآخر لقتله يعني. والنازل هم عندهم النازل مشوا حاولوا يقتلوا حسني مبارك في أثيوبيا، مش كده؟ نعم. وصفوا عدد من الناس شاركوا في العملية دي نفسها، في العملية ذاتها صفوهم. نعم. هنا. نعم. وفي حوادث كثيرة بتاعت وفي بعض من سفروا خارج السودان، هاي خلاف العنف الممنهج اللي كانوا بمارسوه تجاه الناس في محتغلات، ولا الشهيد علي فضل والناس اللي قتلوهم جوا السجون ولا المحتغلات وجوا الجامعة. الناس دي غير شيء، سيختي وسيختك ما كان عندهم حاجة الكيزان دي يعني، وكانوا بيجوا بأسلحتهم جوا الجامعة. وده تاريخ المشروع ده نفسه، المشروع ده مشروع قائم على العنف، ما عنده فكرة في راسه. نعم. عشان كده أنا قلت لك الإسلاميين دي لسه معركتهم دايرين زول بيشليهم الإسلاميين بتاعينهم قاعدين جوا دول القوات المسلحة دي ما في عشان يقدروا يجوا يعملوا انقلاب ويحكموا بيهم. ديل لا عندهم فكرة، لا عندهم ديل لما وصلوا السلطة خلاف أفسدوا في الأرض ما عملوا حاجة. كلهم دي جات لجنة إزالة التمكين فضحتهم. شيوخ والواحد إمام جامع ومشى وعملوا بتاع، في النهاية طلعوا كلهم القاتلة قروش والشالة قروش من زول. يعني ده مشروع النازل، مشروع فساد واستبداد وعنف. نعم. فدي الحاجة اللي عملوها دي
حاجه ما غريبه عليهم، ولا هم ذاتهم بيكونوا استغربوا بالمناسبه عشان يقوموا يثبتوا في المنصه يقول يا اخي الموضوع ده بنقول لايف، يعني شايفين الموضوع طبيعي. هيدا ما خلاص ده الدماغ بتاع، هيدا المنهج بتاع النازل. وانا بقول انه المشروع ده ما عنده قاعده اجتماعيه في السودان ولا السودانيين قبل عن انه ما في زول الليله دي في الحله طبيعي كده بيقدر يقول انا مؤتمر وطني، ما بلاقيك يلف ويدور لك بيه هنا وبيه جاي ونحن والله وغحد دي ما بندوره ودين علمانيين، لكن ما في زول ما في زول عنده الشجاعه جوا الحله يقول لك يا اخي انا مؤتمر وطني. نعم. ما بيقدروا. نعم. واذا الناس معزولين الشعب ده. نعم. كشفهم. نعم. ومشروعهم ده مشروع انتهى. فانا بقول انه ده المشروع ده لازم نحن نستمر في مقاومته لانه هو ده المشروع بتاع العنف، المشروع اللي ما عنده حاجه يبيع على السودانيين خلاف الموت. نحن لو راجعنا في 30 سنه دي وشفنا من الطلبه بتاعنا العيلفون عسكر العيلفون عسكر في العيد. نعم. كويس؟ وجينا تابعنا في كجبار في ميدان الحريه في بورسودان للشهداء بتاعين الجامعات وشهداء بتاعين الترعه في جامعه الجزيره، وجينا مشينا لدارفور ولنيل الازرق، الناس دي البضاعه غير الموت عندهم بضاعه الدول السودانيين ما عندهم منتج. الدول السودانيين ده خلاف الموت والنزوح واللجوء. لو جينا عاينا لحجم السودانيين الركب السنابي بالبحر دي الالاف مئات الالاف من الشباب اليافعين طلعوا من البلد دي نتاج للسياسه تحت النظام ده. يبقى نحن مشروعنا ده ليه هسه انا بقول انه اصلا ما في زول يوهم زول انه في مشكله بين المدنيين والمدنيين. نعم. ولا في مشكله بين العسكريين والعسكريين، في مشكله بين القوة الدائره تقود التحول المدني الديمقراطي وما بين عناصر النظام البائد. وبرضه الكلام عن انه يا اخي اصلا ما في زول يفتكر انه عمليه سياسيه دي واقفه عشان المشكله المتعلقه بالمجموعه تحت الكتله الديمقراطيه ولا بكده، عمليه سياسيه دي واقفه لانه فعليا في طاقه قصوى شغالين بها فلول النظام البائد لانهم يقضوا على العمليه دي شغالين بها فيها اجهزه كثيره. في حتات كثيره هم شغالين للمثال، انا بقول انه نحن حنستمر في جهدنا حتى مع الاطراف الموجوده المفروض تلتحق بالعمليه السياسيه دي، حنواصل جهدنا مع قوى الثوره زي ما قلت المقترح بتاع المؤتمر ده بحيث انه نخلي الجبهه المدنيه دي برغم التباينات الموجوده فيها لكن تكون موحده تجاه غايات واهداف محدده، انه السودان ده ما ينزلق للمحل بتاع الحرب، ده الهدف الاول. هنوحد القوى المدنيه دي انها تغايم اي جهه دايره تقود البلد دي للمعسكر بتاع الحرب، هنغايم اي جهه دايره تقود السودان ده لمعسكر الرده والاستبداد والظلام والحرب. نعم. ده مشروعنا. نعم. طيب انا يعني سؤال وعايز اجابه صغيره لانه يمكن الاوشك البرنامج، السيد صلاح مناع عضو لجنه التفكيك السابقه تحدث عن انه يجب وضع زمن اطاري لان هناك يرى ان هناك مناوره من العسكر يوم 20 ابريل يكون حد اقصى. كيف شفت هذا او قريت هذا؟ نعم هي هو قال هذا التصريح، لكن العمليه السياسيه ما بتقدر انت تحدد لها زمن محدد وانت قدامك يعني الخيار الثاني شنو؟ يعني لو ما عملت الخيار الثاني فهو ممكن تحدد موضع قاطع فاما الحرب او الانزلاق. هل تفتكر ده تكتيك او ضغط على العسكر؟ ممكن يكون ضغط على العسكر. نعم ممكن يكون تكنيك. انا بقول انه نحن هو برضه ما في عمليه سياسيه بتستمر للابد يا جماعه. نعم. دي ما برضو انت دائما الناس لو هم داري يحلوا المشكله لو نحن حلينا 90% وفضل 10% بقينا مستقين فيها الصح ما نضيق على السودانيين مش كده؟ نعم. خلاص ما بقت في مشكله متعلقه بقضيه محدده بهيئه القياده، ممكن الموضوع ده نفسه نقول يا اخي والله ناجله يعني نمشي نشكل حكومه عشان تبدا تجهز للانتخابات تستعيد الدعم اللي كان جاي للسودانيين ديل في القضايا بتاعت يعني مثلا الحكومه بتاعت المملكه العربيه السعوديه خدت لها حوالي 3.5 مليار دولار. نعم. دايره تدفع للسودان كاستثمارات. نعم. عندك في صندوق النقد الدولي حوالي 4 مليار دولار. عندك البرنامج بتاع ثمرات دي كلها، عندك احفاديون. ما خلاص اذا الزول بيعاين للمصلحه بتاعت البلد الحاجة اللي ما متفقين فيها دي نشيلها معانا. نعم. ونبدا نستمر في مناقشتها لحد ما نصل لها لصيغة بتاع التوافق، لكن ما نضيق على السودانيين بسبب حاجة صغيرة. فأنا أفتكر إنه ما في عملية سياسية بتستمر للأبد ولا نحن حنقعد لحد الأبد منتظرين نعال، لا بالعكس حتكون في مناقشات جدية في إنه كيف نتجاوز العقبة دي لصالح البلد كلها. نعم. أنا بحييكم، كنت أتمنى الزمن يطول لأن هناك الكثير من الحديث. أستاذ شريف محمد عثمان القيادي بالحرية والتغيير، أنا بشكرك ونتمنى نلتقي مرات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أهلا ومرحبا بك. والأستاذ وليد النور أنا سعيد أنك كنت معي ونتمنى أن نلتقي أيضا مرات. شكرا جزيلا وإن شاء الله. إن شاء الله. وأنا بتمنى أن هذه العملية تنتهي في غضون هذا الشهر حتى ينعم السودان
الأمن والسلام والطمأنينة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم أجندة الساعة، لكم أحلى تحية.